لأمين السر المركزي إبراهيم السمراني، لمنسق الانتخابات لجنة الانتخابات نسيب حاتم، لجنة النظام العميد بولوس مطر، لجنة المعلوماتية الأستاذ ناهي، لجنة النشاطات الأستاذ باتريك، لجنة اللوجستية مارك وأنا مارك، للجنة باتريك غير لجنة الخدمات، يلا مستحق الشكر عندي، للجنة اللوجستية لرالف، للانضباط يلي العميد بسام خوري ما بعرف إذا لحقوا معنا اليوم، ولمساعدي يلي بفترة قصيرة استلموا مهماتهم وفاجأونا كلنا سوا بالانضباط يلي كانوا قايمين فيه بكل المراكز، بنشكرهم وبنهنيهم، ولبقية اللجنة، لجنة الإشراف على الانتخابات، المحامي عصام مالك وغيره من الشباب. بدنا نشكر كمان لجنة قبول التراشيح. ما بقدر أعد الكل بكل بس بشعر بنقص وبتقصير إذا ما شكرنا الجميع اسمه اسم. المحامين يلي بيناتنا لا بقدر آخذ على الوجوه، بس بعرف إنه هيدا شغل جماعي. لجنة قبول التراشيح شالت عنا هم كتير كبير، كانت برئاسة العماد عون واللواء لطيف وأمين السر المركزي والعميد مطر وغيرهم اللي اطلعوا بالموضوع قبول الطلبات، وبتعرفوا هيدا الموضوع قدي كان فيه من الصعوبة انك تقدر تقول لناس انه مش مؤهلين، فبعتقد كمان انه سهلوا كتير بالحد الأدنى تكين فيها العدد المرشحين. بدنا نشكر لجنة التحكيم يلي واكبتنا وما بعرف شو ممكن نجيها بعدين طعن أو غيره، ما مبين لحديت هلا بس كله ممكن، العاملين بالمركزية المتطوعين والعاملين. بدنا نشكر المرشحين الفائزين والخاسرين يلي حملوا معنا كل هالحمل هيدا، وطبعا من خارج التيار نشكر القوى الأمنية والإعلام يلي واكبنا. بدنا نهني الفائزين، أول شيء الفائزين يلي هن على ثلاث فئات، اللي فازوا بالتزكية لأنه التزكية بالانتخابات هو ربح ديمقراطي، يا بفعل الفائز أو بفعل المتخلف. اثنين اللي فازوا نتيجة حصولهم على الحاصل الانتخابي يلي كمان كنا مسهلينه، فما بأول مرحلة يكون كمان يشعروا الناس اللي داخلين لأول مرة إلى حلبة المنافسة يشعروا أنه هن محرومين من فرصة عادلة حقيقية، فما كان فينا نعمل أسهل من هيك. الحاصل الانتخابي قسم ثلاثة، يلي ما قدر حصل عليه كمان بده يفهم هالمعيار هيدا أنه أكيد ما بأهله أنه يفوز. وفي الفائزين بالأصوات وبالمقاعد، يلي مطرح في خمس مقاعد كانوا سبعة مرشحين، في اثنين ما كفوا، مشان هيك بنلاقي نسبة التأهل للمرحلة الثانية عالية 58 من أصل 73. بدنا نهني كمان الخاسرين يلي ما شفنا منهم لحديت هلا إلا الروح الرياضية والالتزام، وهن كمان على فئتين، يا يلي خسروا بالمقاعد أو يلي خسروا بعدم حصولهم على الحاصل الانتخابي. بالحالتين نحن بدنا نشتغل سوا هلا بالمرحلة الجاية، الفائزين والخاسرين، لأنه الهدف هو فوز التيار بالانتخابات الجاية، مش الهدف فوز ناس من التيار. بعتقد يلي العلامة الفارقة يلي عملها التيار من سنة 2005 لما دخل على السلطة إنه أثبت إنه لا قيمة للنايب لوحده، هيدا معيار أساسي، ما حدا منا عنده قيمة سياسية إذا كان لوحده، مشان هيك الحالات الفردية بلبنان أو بأي مجتمع سياسي متطور إلى زوال، لأنه ما عنده فعالية، ما عنده فعالية إلا محلية محدودة، ما بتقدر تغير لا برسم السياسة في البلد ولا بسياسته الاقتصادية ولا حتى عنده تأثير محلي إنمائي إذا ما كان في مواكبة لكتلة سياسية كبيرة وراه. فأي ربح للفرد ما له قيمة من دون ربح المجموعة، خاصة أنه نحن اخترنا طوعا هالديمقراطية الواسعة يلي هي بتلجأ بالخيارات الأساسية
إلى القاعدة الشعبية العريضة للتيار الوطني الحر، ونعتبر أنه الانتخابات النيابية هو مفصل أساسي كل 4 سنين بالبلد تنرجع فيه للقاعدة الشعبية. هيدا جوهر نظامنا بالتيار الوطني الحر. بنشوف الرئيس منتخب من القاعدة، المنسئين منتخبين من القاعدة، النواب المرشحين للبلديات منتخبين من القاعدة. هيدي الديمقراطية الواسعة يلي منا ضيقة دخلنا على نادي من يلي يختاروا، لا، هيدي بتعمل علاقة مباشرة شفافية كاملة بالعملية الانتخابية وعدم قدرة تأثير فعلية على هالناخب هيدا يلي بيقدر يعطي صوته بشكل مباشر. هلأ واضح، وهيدي الشغلة لازم تكون معروفة للجميع، انه نحن اليوم صرنا امام 58 مشروع مرشح محتمل للتيار الوطني الحر. في يعني حيزين، بعده مشروع وبعده محتمل. في الاستطلاع الاول يلي بيصير بس محصور بعناصر فائزين، العدد يلي متجاوز يلي هو مرة ونص يصير مرة، لأنه هيدي الفسحة عملناها بالنظام لنعطي فرصة للغير، فبده يتقلص ليصير مرة. بيصير الخيار من القاعدة الأوسع على مرشحي التيار فقط، بصير ساعتها مرشح محتمل. عند الاستطلاع الثاني يلي بده يصير قبل الانتخابات النيابية يلي بيكون وضع فيه القانون بشكل كامل والتحالفات وغيره والمرشحين، ساعتها بنعمل على أساس هذا الاستطلاع الخيار النهائي. كمان هون تأكيد المؤكد أنه اليوم المرحلة هي مرحلة انتقال، مش فوز بصفة مرشح للتيار. واللي بيحسم هذا الموضوع هي القاعدة الأوسع، أول شيء للتيار، ثاني شيء لمعظم اللبنانيين اللي نحن بدنا نستفتيهم بالناس اللي مقدمين لهم اياهم. وهون ما إلى القيادة السياسية بالتيار إن يكون عندها أي تأثير، وهذا كمان طوعا عملناه هيدا الشيء وخيارنا النهائي حاسم بأنه أي ناس بيتأهلوا، وهود الناس يلي بيكونوا بالسونداج طلعوا أول، هو طلع أول، بالتالي القيادة ما بتتدخل بالتعديل هيدا، بس التحالفات السياسية لا تعود للمرشحين، التحالفات السياسية تعود للقيادة تحت معيار واحد، مصلحة التيار للفوز بالانتخابات. وبهيدا المعيار القرار سياسي يلتزم به المرشح. إذا كان بدنا ناخد بليحة مثلا بالمتن 4 موارنة، عندنا مارجون فينا نعطي مثل المتن 4 موارنة، إذا ما بدنا نتحالف مع حدا بدنا ناخد الأربعة يلي اختارهم التيار بالمرحلة الأولى ويلي اختارهم استطلاع الرأي. إذا بدنا ناخد واحد بالتحالف بنحافظ على الأول والثاني والثالث، الرابع بيجي المحل يلي بده يجي منه إضافة أصوات بالتحالف أو من أي على أي قاعدة فينا نعتمده، من القاعدة الواسعة أو من قاعدة التحالف. وبالتالي بدنا نقول إنه هاي المرحلة سمحت لناس اليوم تنعرف بقلب التيار، بعد بدها تقدم حالها للجمهور الأوسع. هل الفرصة متساوية بين نائب وغير نائب؟ طبعا لا. فهيدي الشكوى بعدم تعادل الفرص صحيح، بس ما فينا نلغي تاريخ نائب وعمله. بذات الوقت نحن كتيار علينا نعطي فرص متساوية بمحلين، بإعلامنا بالشيء اللي له طابع الانتخابي وبنجاح المرشح المحتمل انه يقدر يطلع على الإعلام، واثنين بإمكانية تواصله الداخلي على الأقل مع قاعدة التيار، هيدا حقه بهالمجالين، هودي انه يكون عنده الفرص المتساوية، وسنسعى لهالشيء، بس ما فينا نوقف نشاط نائب هو بلجنة نشط أو وزير بوزارته عم يعمل عمل، لأنه بدنا نعطيه نفس الفرصة عن شخص ثاني مرشح وما عنده يمكن نفس العمل أو كثافة العمل زيته. على هذا الأساس نحن إذا بدنا نعمل اليوم تقييم للشيء اللي صار معنا امبارح، خلينا نقول بشو بنعتبر، أو أنا شفت إنه عجزنا أو ما نجحنا أو فشلنا. أول شيء
نحن ما رشحنا أو ما ترشح عنا ناس بكافة الأقضية اللبنانية، وهيدا سجل بالخانة السلبية، لأنه أنا أكيد أنه في مطارح في عنا حضور شعبي كبير، بس ما في ناس كانت بالتيار مهيئة أو لقيت حالها أنها هي قادرة أنها تترشح. اثنين، ما أشركنا المنتشرين برا لبنان بالعملية الانتخابية، لأنه بلوائح الشطب الداخلية تبع التيار هن نازلين بالتنظيم تبعنا على لائحة الدول يلي هن فيها، فما كانت أساميهم على لائحة الشطب. هذا موضوع لازم يتعالج بالمرة الثانية لو شو ما كان عدده. ثلاثة، العدد الناس اللي شاركوا بالعملية الانتخابية المحتمل هو أقل ما يفترض أن يكون، لأنه قدرة التيار التجيرية هي أكبر من يلي شاركوا امبارح، وبالتالي نحن بنعرف أنه الملتزمين والمؤيدين للتيار هن أكثر من هيك. وهيدي مناسبة لأنه بعرف امبارح بكل مركز كنت عم بسمع ناس أنه ما معنا بطاقة ما قدرنا ننتخبنا، يا ريت معنا تننتخب. بدنا نذكر هون كل مناصري التيار أنه هن بيقدروا يكونوا بالتيار بصفتين، ملتزم أو مؤيد، وبهالصفتين بأي وحدة بالانتخابات النيابية التمهيدية المؤيد للتيار بيشارك بهالعملية الانتخابية امبارح. ما مطلوب منه أي جهد بتأييده للتيار إلا أنه نحن حابين ناخد رأيه بوقت النيابة بوقت البلدية، لأنه نعتبره هو من القاعدة الشعبية الأوسع. المؤيد بيشارك بهالعمليتين الانتخابيتين، الملتزم بيشارك فيهم وبيشارك بالعملية الانتخابية الداخلية بقلب التيار يلي هي على رئيس التيار أو على المنسئين وغيره من العمليات الداخلية. فهيدي مناسبة لنقول أنه نحن إن شاء الله بالانتخابات الجاية بيكون عددنا وصل للشيء اللي نطمح له بمرحلة أولى، بيكون طلعنا من 20,000 للـ50,000، هلأ نحن حوالي 20,000 ملتزم فقط. إن شاء الله هيدا الشهر بنبلش بعملية إدخال العناصر الشبابية والمؤيدين تننتقل للمرحلة الثانية. في شيء كمان ما قدرنا نجحنا فيه هو الضبط الكامل للإعلام خارج التيار. نعرف الحالات يلي صارت والتفلت الإعلامي يلي صار، وهيدا في إلنا حديث طويل عنه بعدين كيف بدنا نشتغل بالتيار لننظم وضعنا الإعلامي. كمان في عنا خسارة تسجلت نتيجة هالانتخابات أو لا، هي خسارة بعض الرفاق لإلنا يلي فصلوا من التيار نتيجة اللي حصل معهم بعدم التزامهم بنظام التيار. هيدا موضوع حصل قبل بوزارة، حصل قبل بنيابة، وممكن يحصل لاحقا مع حدا من 58. هذا الأمر بده واحد يتوقعه أنه يتكرر، وأعدته الوحيد لعدم تكراره التزام الشخص هو بالشيء اللي ملتزم فيه تجاه انتسابه للتيار. اللي بده ينتسب للتيار لازم يكون بيعرف نظام التيار ويقرر أنه لما بده ينتسب يعني بده يلتزم شو ما كان تاريخه، مستقبله يلي بيحدد تعاطيه وبقائه بقلب التيار. كمان التزامه لما ترشح على الانتخابات التمهيدية بأنه وقع على ورقة بتقول شو موجبات ترشيحه من كل النواحي، والتزامه المسبق بالقرار السياسي يلي بيطلع عن قيادة التيار بالنسبة للعملية الانتخابية. هلأ شو حققنا؟ كمان بعتبر أنا أنه حققنا إنجازات كبيرة في هالانتخابات. أكيد بالنسبة لألنا حجمها وأثرها أكبر بكتير من الشيء اللي ما قدرنا حققني. أول شيء لازم نكرر لو قلناه هون امبارحة أنه في ثلاث أسبقيات، في ثلاث نماذج جديدة أعطيناهم للانتخابات بلبنان، هن الانتخابات التمهيدية بالأحزاب، اثنين الورقة المطبوعة على سلف مع الصورة اللي هي أكبر عامل محارب للميل السياسي، وثلاثة الوان بيرسون وان فوت. وبعتقد انه على مستوانا اجهضنا الحجة اللي بتقول انه الشعب اللبناني مش قادر انه يفهم هالعملية الانتخابية. نحن ما عملنا جهد كبير تشرحناها لقواعدنا، قواعدنا هي نسخة عن الشعب اللبناني بكل مناطقه وطوائفه وطبقاته، فما كان في عنا صعوبة
كان أنا شوية أو آراء ملغيت صحيح لأنه ناس علمت بطريقة تانية أو حطت العلامة برا وتشددنا شوي يعني كان بيسوى يكون أقل بس فصار في عدد من الأوراق الملغيت بهيدا السبب إنما يمكن عددها شي 1% مش أكثر. الشيء الثاني اللي حققناه هو إمكانية فكرة إنه في حزب بلبنان في تيار سياسي بيعمل هيك عملية داخلية وبكل بساطة أنا بشك إنه يتجرأ حدا إن كانوا من اللي عم يكتبوا أو من الأحزاب الثانية إنه بهيدا الوقت بلبنان وأنا بعرف كم رئيس حزب قال لي اليوم بالذات يعني حدا قال لي وسمعت صرت شي 10 مرات إنه شو جابركم عم تعملوا بحالكم هيك؟ أنتوا ليه عم تعملوا هيك؟ يعني حدا اليوم بلبنان بقلب حزب لأنه في ناس مش حابة تشوف هاي التجربة ولا حابة إنها تنحط بحرج بإنها تعملها. هيدي الثورة الحقيقية اللي عم بيعملها التيار الوطني الحر اليوم بالحياة السياسية بلبنان، وهيدا النموذج الحلو يلي عم بيقدمه. كمان نحن حققنا شيء إنه عملنا تدريب للمكنة الانتخابية وجهوزية وانطلاق لعملنا الانتخابي من هلا. بدل ما كنا كل مرة بتعرفوا قبل بشهر بعد مش عارفين مين المرشح، والناس كانت عم تتصارع بين بعضها على الأرض، واقع هيدا. ما كان عم يظهر هيدا الشيء بعملية انتخابية مثل امبارحة، بس بكل انتخابات كانت الناس عم تتنافس مين بده ياخذ المقعد من قلب التيار أو من برا التيار. اليوم خليها تكون على بكير، اللي بيزعل بيزعل، اللي بيرضى بيرضى، يلي بيستوعب بيجي الوقت تيستوعب بعدين ويتقبل، فهيدي العملية تصير على مراحل متتالية، بنكون جهزنا حالنا. كل مرشح امبارح كان عنده مكانته الانتخابية وشي بيكبر القلب في مطارح البرنامج، الصور، التيشيرتات، مكنة بكل معنى الكلمة كانت عم تشتغل لكل مرشح ويافطات ويعني كل العملية الانتخابية بأحلى صورها الديمقراطية وشعاراتها وغيره. هيدا بيساعد كثير ان اطلقنا هالعملية الانتخابية وبلشنا بعملية اختيار الاسماء. وبعتقد اهم شيء ان عملنا نقلة نوعية بقلب التيار بالديمقراطية ممارسة وتثقيفا، لان احنا كمان بحاجة لتحسين مفهومنا وفهمنا للديمقراطية وكيف نقدر نتعاطى معها. بعتقد انه هيدي الديمقراطية النوعية اللي قدمناها امبارحة هي بتستاهل الثمن يلي دفعناه من اجلها، لانه ما في ديمقراطيه من دون ثمن. ما في معركه انتخابيه وتنافس بمجتمع مثل المجتمع اللبناني من دون ثمن. ان الناس تختلف مع بعضها وتتنافس مع بعضها وتحكي على بعضها. بس نتطور نحكي بالافكار اكثر من الاشخاص، انما اليوم هيدا ثمن الديمقراطيه اللي نحن اضطرينا ان ندفعه، براينا محاسنه اكبر بكثير. يلي هي محاسن تحصين التيار، تحصين القيادة، تحصين الواقع الداخلي للتيار، لحقيقة كل شخص شارك امبارحة يشعر انه هو قدر حقق اللي بده اياه او لا، لو جزئيا لو بمرحلة اولى، انما هو حصن وهو اختار. وهذا الموضوع بدنا نحكيه بصراحة حتى للاعلام وللناس لنعرف، لانه مش شيء جديد انه نحن كنا عم نتواجه بهذا الموضوع بين طبقتين بقلب التيار. طبقتين من الجهوزية للانتخابات. في يلي كانوا عم بيقولوا انه شو النواب؟ هودي ما بيمثلوا شيء. هودي مش راضي عنهم التيار وقايمة قيامة التيار عليهم وروحوا شوفوا واستفتوا وشو عاملين. برهنوا امبارحة انه لا بيمثلوا بالتيار. وتخيلوا شو كانت كارثة على التيار لو ما بيمثلوا، شو كانت كارثة علينا كلنا سوا، لأنه هو ده خيارنا ونوابنا اليوم وبعض نوابنا بالبرلمان. شيء الطبيعي اللي صار إنهم يحصلوا يتقدموا على غيرهم من المرشحين، وهذا شيء صحي. بس كمان ثبت لهم إنهم هن ما بيختزلوا التيار بمناطقهم. في كمان بالنسبة نسب كتير كبيرة من الناس يلي حبت يتغير يتجدد يا عن حق او عن غير حق، وعطيت فرصه لهالناشطين او الطامحين الجدد. كمان الطامحين الجدد كمان تبين لهم انه هن ما كانوا مثل ما بيدعوا انه هن القوه وهن
القوة الكبيرة التمثيلية بالتيار وهن الأرض. بس كمان خلى نحن وخلى النواب وخلى كل العالم تنتبه انه لا، في حالة كبيرة من الناس هن ما عندهم نفس الفرص بالظهور وبالخدمات وبالقدرة الوصول الى الناس وقدروا حققوا شيء بقلب هالقعدة الضيقة. فبعتقد هيدي حسنة كبيرة من حسنات الديمقراطية انه كل واحد يتطلع وياخد العبر اللازم. هلا الانتخابات كمان اثبتت من ناحية الالتزام انه التيار بيساعد الجميع، كل واحد بيطمح انه بغض النظر اذا هو جاهز او لا، اذا هو مستحق او لا، اخذ فرصته. الا اللي هو مرات هو خرج من هالمعادلة اما بعدم ترشيحه او بعدم التزام. فاذا هالالتزام هيدا ظهر كمان من المشاركة العالية يلي ايه نحن كنا خايفين انه ما تكون بهالنسبة هيدي ال 71%، لا عوامل الطقس والصيف وعدم الحماس الانتخابية بكثير من المطارح. في مطارح ما كان في منافسة، كانوا طالعين اللي عم بيتنافسوا بكل الاحوال، والناس كانت عم تقول طب ليه بدي روح صوت، هيك هيك طالعين. بس نحن لا، ما كنا عاملين تزكية الا بالقضاء اللي فيه مرشح واحد بس على مقاعد بطوائف، كانت كثير ناس طالعه تزكية او حتى عدد المرشحين اقل من عدد المقاعد، وجريت العملية الانتخابية، وهيدا اكيد ما بيعمل نفس الحماسة. مشان هيك بنشوف في مطارح في تفاوت بنسب المشاركة من 60 ل 80% والمعدل هو 70. في كمان بين التزام بالخيارات السياسية تبع التيار من خلال هالمشاركة. وبتعرفوا انه صار في حكي كتير بالاعلام عن انه رح يبين المعترضين قد ايه اصواتهم حتكون بالصندوق. معروف هيدا الشيء يعني تمارس، وبين انه لا، كمان حجمه كتير صغير. كمان الديمقراطيه لازم تخلي اصحاب هيدا الراي وهيدا القول انه يعرفوا انه هلا اخر شيء ما رايت انتخابيتين، وحده بجزين كان في مرشح من التيار كمان قال بده يفرجي قد ايه في قد ايه اخذ اصوات، وامبارحه العدد كان اقل من 1% من المنتسبين للتيار يلي صوتوا بهذا الاتجاه الانقلابي كما سمي او الاعتراضي. هيدي الارقام قدامكم، ايه طلع اصوات مفرقه هيك، انما هيدا حجمها اقل من 200. هيدا الموضوع بيجعلنا نحن كمان تنقدر نعرف اذا في عنا اي حاله اعتراض، لان نحن بدنا نسمعها بالحلقات الحوار الداخلي اللي عم نعملها بكل مؤسسات التيار، بكل هيئاته، بكل مجالسه، بس كمان بالانتخابات النيابيه يعني اللي مارسناها امبارحه، كمان هيدي مناسبة الناس تتعبر، وبعتقد انها عبرت. هلا الاعلام كيف بيتعاطى بالموضوع هذا امر ثاني. ما فينا نحكي على الاعلام. ولا كل بس قلنا الاعلام قطعونا. طيب نحن اليوم بنعرف انه الاعلام في حالة من التصحر السياسي بلبنان، والإعلام عم بينبش عن مادة. شيء منيح إنه التيار يكون مادة إعلامية، اليوم بعثنا حدا من الناشطين إنه مثل ما بتقول بهالصحيفة في واحد متخصص بالشؤون الإسرائيلية، أو بهذيك الصحيفة في حدا متخصص بشؤون النفط، هلا كل صحيفة صار عندها صحفيين متخصصين بشؤون التيار، يكتبوا كل يوم عن التيار. هيدا شيء منيح لو انه عم بيكون حقيقة موضوعي وحقيقي، وعطول بدنا نختلق اخبار انه كل مرة بنخلق فائزين وهميين وخاسرين وهميين، وتصير الناس ملاقية حالها
انها مصنفه بالوقت اللي احنا عم نقول ما كان ولن يكون هناك محاول بقلب التيار، وهي الانتخابات برهنت هالشيء، والون مان ون فوت برهنت اكثر واكثر هذا الشيء، انه بدوائر ناس اصحاب مع بعضها كانت عم تتنافس، بدوائر ناس مش اصحاب مع بعضها تساعدت، فكل محطه التيار الوطني الحر لن يكون في نفس المحاور ونفس التيارات على كل فكره، على كل موضوع انسان بيعمل خياره وبيمشي فيه، هيدا التنوع وهيدي قدرتنا نحن كقيادة على إدارة هالتنوع هيدا بأنه مش انقسام، التنوع مش انقسام، التنوع هو غنى مش فرقة، التنوع هو وحدة مش قسمة، فقد ما بدهم يحكوا بالإعلام ويتسلوا هذا هلأ اللي طلع برا التيار صار عند الناس حرية، بطل فينا نجبرها لأنه ما بقوا بالتيار، إنما وسائل الإعلام نحن رح نجهد اكزرسيس عم نعمله منه سهل انه قريبا نقدم للتيار ولوسائل الاعلام المتكلمين باسم التيار بالسياسه باداره التيار الداخليه وبكل المواضيع تيصفوا هن المراجع الرسميه يلي بتتكلم باسم التيار، مش نضلنا باخبار غير صحيحه واقاويل وتحليلات كاذبه كاذبه كاذبه. نحن كنا على مسافه من اول ما بدأنا بنظامنا بالممارسة على مسافة واحدة من الجميع، هيدي القناعة يلي بتخلينا نكون عم نحافظ على وحدة التيار وهيدي ما حتتغير، مش كرمال لا مقال ولا رغبة شخص، هيدا الموضوع حيتغير، هيدا ثابت أساسي واستراتيجي بالحفاظ على قوة التيار ووحدته. هلا لي بده يحكي عن التيار من قلب التيار بدنا نقول له انه هيدا العمل رح يؤدي الى مثل ما كتبنا ببياناتنا قبل، هلا بالصوت المباشر خلصت الانتخابات، كل واحد لازم يكون اخذ عبرته، وفي ناس لها حق وانا بعرف انه في ناس مكفيه، نحن علينا نقول لها يا بتلتزمي ببديهيات اي عمل جماعي، ببديهيات النظام الداخلي، التطاول على التيار من قلب التيار لن نسكت عنه ابدا. اللي بده يتطاول على التيار هو حر، انا بدعيه اليوم انه يستقيل، تجي منه مش منه، لانه لا مجلس التحكيم ولا حدا بيقدر يلقى ولا منطق بالعالم بيقدر يقبل انه واحد بيقعد بحضنك وبيجرح فيك. وخلينا نشوف شو عدده، مش القصة قصة عدد، مش قصة قصة تحدي، نحن هيدا التيار للجميع واهلا وسهلا بالجميع، الانتقاد مفتوح للجميع وكلنا عم نعيشه، والحوار مفتوح للجميع وكلنا عم نعيشه، عندنا تخمة من الديمقراطية ومن الحوار الداخلي، بس بالاخر نحن تيار سياسي، ما فينا نترك الامور من دون حسم ومن دون قرار، هيدي التخمة لن نسمح أن تؤدي إلى الفلتين وتشويه الحقيقة، لأنه عن جد اللي بيسمع من برا بيصدق أنه في حالة كبيرة وأنه مدري شو صاير بالتيار، بالوقت التيار كلنا سوا شفناه امبارحة واليوم وبكرة وكل يوم كيف هو منتظم، إيه غنى لإلنا، أنا بفاخر كل شيء عم بيتهمونا فيه بنفخر فيه أنه فيه ديمقراطية تيار فيه خلافات، طبعاً دلوني وين ما في، نحن الفرق انه شفافين ومكشوفين. نحن منفاخر انه بيوقف الناشط حتى النايب وبينتقده لمحل بطل فيه حرمه لشيء ولحدا من كثره الحريه على بكل الوسائل. وما عليه لانه اللي بيفوت على التيار متساوي مع الاخر. شو ما كان موقعه، صوته صوته، حقه حقه، التزامه بالنظام التزامه بالنظام، ما بيميزنا عن بعضنا إلا إيماننا بقضيتنا السياسية، ممارستنا للشرعة المنائبية، وثلاثة التزامنا بالنظام يلي هو سهل ومطاط وواسع ويسمح للكثير الكثير من الحرية. مشان هيك علينا كلنا سوا اليوم من هالتجربة بكل صراحة وشفافية، كل واحد يقرأ النتائج بس لداخله، أنا بعرف مش هيدي المعيار الوحيد اللي بيعمل نواب،
انما الواحد اذا ما بده يطلع بقلب بيته ويقرا النتائج ويشوف يلي بممارسته وادائه ما اخذ يلي شيء بيفترض انه ياخده، يسال حاله بممارسته، مش يسال للقياده، لا يسالنا نحن ولا يسال الناشطين اللي عملوا معه هيك باي موقع كان، يسال حاله ليه هالقد اخذ اصوات شو ما كان موقعه. ولا حدا كمان يحاول يصور انتصارات منا حقيقيه، لانه ما في بهالعمليه على الصعيد الفردي ولا واحد منتصر، في التيار الوطني الحر وحده يلي انتصر. ولما بينتصر التيار بينتصر رئيسه، ولما بيخسر التيار بيخسر رئيسه، والعكس لما بيربح رئيس التيار بيربح التيار كله. إذا ربحنا بالنفط أو بالقانون الانتخاب بيربح كل التيار، وإذا خسرنا أي معركة سياسية أثرها على كل التيار. إذا حدا مفكر إنه بيعمل نايب هو بالتيار خسران سياسيا ومهزوم شعبيا مخطئ، لأنه هاي الانتخابات بينت إنه نحن قاعدتنا الشعبية هي التيار، كل واحد جايب إضافته بشغله بتعبه، إنما هاي الإضافة لا تشكل ما يكفي لواحد يعتبر حاله هو أكبر من التيار، التيار أكبر منا كلنا سوا. فإذا خلينا نحط هاي المعادلة البسيطة، التيار سيبقى دائما الأكبر والأقوى، ولن يقوى أحد على التيار. يلي بده يعمل هاي المنازلة مع التيار فليعلم انه رح يكون مهزوم، نحن اللي عم بينافسونا من برا عم نهزمه، كيف بدنا نسمح لحدا يجي يحاول يكسر التيار من جوا؟ التيار سيغلب والتيار سيكون الاقوى. عشتوا عشت تيار وطني.